السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء. بهذا الفيديو راح نربح مصاري، كيف راح نربح مصاري؟ تمام؟ راح تربح مصاري بس مش حتمسكهم بإيديك، تمام؟ راح تربح مصاري، الحقني. أول شي راح تروح على سوق بلاي وراح تكتب يان جيب، يان تمام هذا هو، راح تنزله. هلا مثل ما عم نشوف مكتوب بينجب برقم ذي يطرم، يعني استثمار والتوفير. طيب على التقييمات 4.4 215 شخص، على التنزيلات اكثر من 50,000 مثل ما عم نشوف. الاراء 215 شخص قيم، عم يقول دوفيز. هلا في تقييمات حلوة وبابارة يا طرم سون ردائي روجاك، شكله ما بيدعم اللي يا طرم من البابارة ما نفي. شباب ايضا راح اشرح لكم عن تطبيق هاد تمام، راح اشرح لكم عنه كمان، هذا فيك تربح منه. طيب معي انت، معك ان شاء الله، الحقني. طيب هون عم يقول لك التوفير الآمن، الاستثمار بليرة واحدة، مراقبة ما بعرف ايش، التحقق الآن. هلا عم يقول لك حط رقم التليفون، وافق على الشروط، وهون تحط دعوة الكود، كود الدعوة. هلا مثلا كأي شخص، أنا ممكن طنش هالموضوع هذا، كأي شخص لا يحب، تمام، لا يحب الخير لأحد، يطنش موضوع كود الدعوة. طب بس نحن نحب الخير لأحد، شو نسوي؟ نسأل بعض الأشخاص، عندك كود دعوة؟ نزلته ما نزلته؟ إذا نزله تروح تجيب كود الدعوة وتجي. شوفوا من وين راح نجيب كود الدعوة. راح تحط كود الدعوة بهذا المكان، راح تعمل إكلة كود الدعوة، تمام. راح تحط رقم التليفون هون وتوافق على الشروط. هاي هي واجهة التطبيق، يعني بس تحط رقم تليفونك يوصلك كود، نفس الواتساب والتليجرام، حط رقم كود وانتهت القضية حرفيا، لا كلمة سر لا بريد الكتروني لا ما شابه ذلك. هون جزدانك، قاعد تفتح جزدان، هزلي جوفنلي كولاي، تمام. هون عم يقول لك افتح حسابا، حط رقم الهاتف، وافق وكمل. هلا انا راح نحكي عنه بعدين، تمام. هلا راح نعطيك هبات ونستكشف التطبيق. هون في عنا الصفحة الرئيسية، شو فيها؟ يا شباب الصفحة الرئيسية شو شايفين؟ استكشاف، هون بإمكانك تستكشف، تمام. هون ألصات، شراء والبيع، تمام. طيب رحنا راح نعمل هلا هون ذاتا حساب مبار، افتح حساب توفير، سجل دخول إلى حسابك. طيب يلا، هون طبعا راح تدخل على مسابقة، تعمل سياحة بباريس، 5 أشخاص راح يربحوا ايفون 15، وهنا سماعات، وهنا قميص. تحط رقمك وتوافق وتنقر دوام. هون راح تحط التيجي كملك وراح تنقر على تمام. بعدها بعد ما حطينا التيجي كملك راح يطلب منك كود يوصل على رقمك، يوصلك الكود بتحطه. بعدين هلا عم يقول لك حط مواليدك، تمام، حط اسمك، حط كنيتك، وانقر دوام. المهم يا جماعة الخير واجهت بعض الأخطاء، تمام، بعدين راح نحلها مع بعض. انت كشخص سجلت وبدك تاخذ كود الدعوة لحتى تربح 20 نقطة، تمام، من هذا المكان راح تاخذ كود الدعوة. كود الدعوة هذا راح يربحك 20 بوان، تمام، 20 بوان. ركز معي، راح ناخذ نسخ ونحط لك هي، او راح نشارك معك الرابط من خلاله تسجل بالبرنامج، وهذا هو كود الدعوة الخاص فيني للربح. هلا الخطوات 1 2 3. الخطوة الأولى عم يقول لك خذ كود الدعوة،
خلي صديقك يسجل بالبرنامج، أنت راح تربح بما أنك الداعي، راح تربح 20، صديقك راح يربح 10، صديقك راح يدعي صديقه راح يربح هو 20، صديقه الثاني راح يربح 10، وهكذا وهكذا وهكذا. طيب من القائمة الرئيسية في عنا هون براكيم هدف سيتش، اختر هدف اللي راح توفر أو راح تستثمر عشانه. يعني شو بدك تسوي؟ مثلا تشتري بياز أشياء ولا إلكترونيك ولا سبورت عطيل إلى آخره، تختار من ضمن القوائم. مثلا أنا أخذت هذا هون، عم يقول قديش ممكن يعني توفر. تمام، راح تختار، راح أعطيك أمثلة. مثلا حط له مثل ما يعني، حط انت على كيفك، اقرأ وحط. انا راح امشي على اورنيك حرفيا لاختصار الوقت. تمام، عم يقول لك امتى راح تتوقع، يعني قديش عندك صبر لحتى توصل. عندي صبر 1 سنة. روح طيب اختر، اخترنا هون. عم يقول لي مثل ما عم نشوف، حدد لك الهدف، تم حفظ الهدف، هاي حفظنا الهدف. طبعا بإمكانك تغير انت بدك. تم في عنا هون مسابقة الأسبوع، عم يقول لك ضع اسم. وضعنا الاسم. تمام، عم يقول لك راح تنتهي هاي المسابقة بعد 6 أيام 13 ساعة و12 دقيقة. تمام تمام، هل تريد برعاية بابارا؟ مثل ما عم نشوف برعاية بابارا. طيب هون ممكن ينطرح علينا بعض الأسئلة، فلذلك جهز لك تليفون وافتح عدسة جوجل تبع الترجمة مشان تفهم شو هو السؤال. تمام، جاهز؟ جاهز يا معلم؟ طيب نحن راح نشوف من هم الأسياد، يعني من هم المحققين المراكز. مثل ما عم نشوف هذا 84 نقطة، 84 نقطة. هون طبعا انت بإمكانك تنافس على المراكز الثلاثة الأولى. ما هي الجوائز؟ هون الجوائز عم يقول لك مثلا 100 نقطة تعطيك 100 ليرة، يعني النقطة بليرة، نقطة بليرة. الهدايا راح تكون مثل ما عم تشوف دي أندري قسيم 250 إلى آخره. تمام تمام، وفي كوبونات هون. حلو الكلام، حلو. نادي صديقك ب20، هون بإمكانك طبعا تنادي صديقك تقول له تعال محمد تعال نربح مصاري. حلو، هل نبدأ المسابقة؟ نبدأ المسابقة معاكم. معانا 14 ثانية، لازم تكون سريع. إذا ما كنت سريع راح تبهدل والله يا صديقي. شو عم يقول؟ في أي عام انعقد مؤتمر إزميل الاقتصادي والمعروف المؤتمر الاقتصادي الأول للجمهورية التركية؟ طبعا ولا شو معرفني. هي تأسست 23، انتهى الوقت. انتهى الوقت يا حاج. طيب التالي عم يقول حط له لايك لنشوف دورو جواب. يلا انطلق، يلا بسرعة بسرعة، ترجم بسرعة يا عم. يا جوجل اتفضحنا، يا جوجل اتفضحنا. اي المصطلحات التالية تثير فترة بيع الشراء؟ والله ما بعرف ما بعرف. طيب خذ هاي. خطأ. 3 أسئلة من 7. طيب يلا روح روح، لألك روح. يلا يا عم، يلا يا جوجل فضحتني ترى. ها يلا، الاسمار أي مما يلي ليس منشورات المدونة في أكاديمية؟ ما بعرف، خلاص خطأ. الأسئلة هاي ما بعرفها يعني، ولكن بإمكانك تشارك يعني. طيب شو عم يقول هون؟ يلا يا جوجل، يلا يا جوجل. أي من فيلم المعاملات غير القانونية؟ هل أنت من المفترض أنك تجاوب بدون تركيز وعلى السريع؟ لما يترجم لك جوجل فانت تكون حرفيا صرت باي باي. شو هالسؤال؟ اخ طيب والله شكلي كله راح ناكله خطا. طيب السؤال السابع والاخير، خلينا نشوف. يلا يا عم جوجل، عم جوجل بهدلني صراحه. ده الوقت. طيب ألف مبروك، ربحت 8 ليرات. تمام، نستناك إن شاء الله في المرات القادمة. هون عم يقول لك شارك أصدقائك التجربة، فراح شاركون التجربة. هاي ربحنا 8 نقاط. تمام، صار عندنا 18 نقطة. حلو الكلام، حلو. هلا هون
انتهت المسابقة بالنسبة لنا. هون قشان حفته الأجوبة. حلو، هاي المسابقة الأسبوعية، هون حدد هدفك، هون كل الفرص والقصص، تكنولوجيا ما تكنولوجيا وما شابه ذلك. طيب اخترنا لك، هون خيار اخترنا لك. هلا المسابقة خلاص ما عاد فينا نتسابق، تمام؟ ممكن بكرة، ممكن نوقفت. طيب هون راح نشوف. هلا هون عم نفتح حسابنا استثماري، قبل شوي حاولت افتح ولكن اعطاني اخطاء. راح نجرب هلا. راح تدخل السحب لربح كذا، راح تحط رقم التليفون، بعدين توافق على الشروط، بعدين تنقل دوام. هلا ما عم يكمل معي، عم نحط له رقم التيجي، عم نحط له المواليد، ولكن ما عم يكمل معي، عم يقول لي يوجد خطأ. تمام، فلا هاي هي المسابقة الأسبوعية صديقي العزيز، وأنت حاليا بالوقت الراهن خليك ماشي على نظام الدعوة، يعني 20 ليرة لكل شخص. تمام، إلى حين نجرب باقي الأمور، لأنه طول الفيديو صار 11 دقيقة. راح أنهي لهون، راح تلاقي رابط التحميل في الأسفل، وكود الدعوة في الأسفل. تقبلوا تحياتي وانتظرونا في الأجزاء القادمة، وكيف سوف نكسب هذه الأموال ونستفيد منها. سلام.